مسلسل جعفر العمدة عامل حالة قلبان في الشارع وبين الجمهور على السوشيال ميديا. دلوقتي نقدر نقول انه المسلسل الاكثر جماهيرية خلال شهر رمضان بدون منازع. يمكن في اعمال تانية عاملة صيت كويس برضه، ولكن جعفر العمدة هو المسلسل اللي عامل حالة جامدة والناس متابعاه باهتمام شديد بكل تفاصيله. مع تطور احداث مسلسل جعفر العمدة الناس بقت بتتوقع وبتسأل ايه اللي هيحصل في الحلقات اللي جاية من قبل ما تنزل، لدرجة اننا بقينا نشوف ناس منزلة تسريبات بما فيهم أبطال العمل نفسه اللي هو محمد سامي مش عارف يجيبها منين ولا منين. العمل حقق تفاعل جماهيري كبير للدرجة اللي بقى صعب معاها السيطرة على تفاصيل الأحداث اللي جاية. خلال الحلقات اللي فاتت شفنا شوقي اللي بيلعب دوره الفنان منذر ريحانة خرج من السجن، ومن هنا الأحداث خدت شكل تاني خالص، لأن في الوقت نفسه جعفر العمدة كان مسافر مع مراته عايدة اللي هي الرابعة واللي بتلعب دورها الفنانة زينة، وكانوا بيقضوا كام يوم في لبنان. شوقي بمجرد خروجه من السجن الأحداث ولعت وبدأت تنفذ خطة الانتقام بتاعته من عيلة العمدة. أول حاجة عملها إننا اتفاجئنا بإنه اتجوز وداد اللي كانت مرات سيد أخو جعفر، واللي هو في الأول ما كانش يعرف إنها خلعته وكانت عايشة معاه آخر كام شهر من غير ما يكون على ذمتها. سيد أخو جعفر لما شاف كده اتجنن، وعشان هو دماغه خفيفة شوية ما قدرش يمسك نفسه ومسك سلاح ونزل يجري على بيت شوقي فتح الله عشان ينتقم منه. فشوقي كان مرتب وعامل حسابه ومسك سيد ضربه ومرمط بيه الشارع، وجاب كمان الرجالة اللي تبعهم واللي كانوا مستخبيين فوق سطوح البيت، ونزل ضرب في سيد ونعيم وبهدلهم وفرج على عيلة جعفر العمدة المنطقة كلها. بمجرد ما جعفر عرف الكلام ده قرر انه ينزل مصر عشان يتفاجئ انه يتقبض عليه في المطار بتهمة انه معاه مواد ممنوعة في شنطة السفر، فبيتحبس جعفر وشوقي بيكمل في استفزازه لعيلة العمدة. لكن السؤال اللي شاغل ناس كتير كان جزء من حوار بين شوقي وبين وداد لما بتقوله انت بتعرف منين كل التفاصيل دي عن بيت جعفر العمدة، فقال لها انا ليا عيون جوه بيت جعفر. وهنا الناس بتسأل يا ترى مين الخاين اللي جوه بيت جعفر. الاحتمالات للإجابة على السؤال دي كتير، ومنها دلال ودي أخت شوقي ومرات جعفر، واحتمال وارد جدا انها تكون بتوصل لهم الكلام وفي تواصل ما بينهم ويكون كل الحركات اللي بتحصل في العالم دي مجرد شو. في احتمال كمان ان تكون ثريا مرات جعفر ضعفت وراحت اترمت لهم عشان يقولوها على مكان ابنها من جعفر المخطوف من 19 سنه، وهم ساوموها بانها تنقل لهم المعلومات مقابل انه يقول لها على مكان ابنهم لما يحقق انتقامه. والاحتمال الاقوى تكون عايده مرات جعفر الرابعه واللي علاقتها بيه لما بدات كانت رايحه عشان تاخد منه 40 مليون جنيه عشان تطلع ابوها من السجن. ممكن يكون شوقي اصلا كان يعرف ابوها في السجن وهو اللي زقها على جعفر وكان اتفاق ما بينهم من الاول انها تنقله المعلومات وتاخد الفلوس دي من جعفر عشان تخرج ابوها وهو اللي هيحميها. احتمال ان نرجس تكون ورا الموضوع ده مستبعد تماما لانها ما كانش ليها اي ارتباط بعيلة فتح الله من بداية المسلسل، وكمان احتمال نعيم مستبعد لان اللي حصل من اخته لما اتجوزت شوقي في اهانة كبيرة ليه ولابوه كمان ولعيلته كلها، وكمان هو الدراع اليمين لجعفر العمدة واللي صعب يخونه. يا ترى انتم شايفين مين عين شوقي في بيت جعفر العمدة؟